do with them. Can't even do anything. قبل أن نوفل ما نعلقوا على هذا الفيديو نشوفوا المغاربة كيفاش استقبلوا يعني هذا الفيديو كيفاش علقوا عليه. عندي جوج ديال التعاليق. الأول كيقول ديال حمزة الترباوي كيقول فيه عانيت من التنمر من السنة الأولى حتى الإعدادي، بكيت كثيرا، ربوا أبنائكم على الرحمة حتى لا تموت قلوبهم وقلوب الضحايا. هناك تعليق آخر، لا تبكي يا صغيري دموعك فطرت قلبي، أنت جميل ولكن عليك أن تكون قويا لتواجه مرارة العالم، وليت ما تعرضت له اليوم يكون أكبر مشاكلك مستقبلا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وليت ألا يكون أكبر مشاكله في المستقبل. التنمر يعني للأسف أصبح ظاهرة منتشرة وليست وليدة اليوم، ولكن هي من الماضي. وكوادن بايلز ربما أحيا الحس الإنساني لدى الناس، وقضيته لم تصل فقط إلى أستراليا والمحيط، ولكن كما تفضلت كوثر كان حديث العالم. كان هناك تضامن وفتح له حساب بنكي وصل في ساعات مبكرة من كوميدي أسترالي على ما أعتقد ل 220 ألف دولار لكي يكون في ديزني لاند في رحلة سياحة، وأيضا على الأقل رسم الابتسامة. هناك نشوفه في ماتش ديال الرجبي، وهذه الفرقة كاري يعني هي فرقة من السكان الأصليين، وأيضا هو الآخر ينتمي للسكان الأصليين في أستراليا، فكان تفاعل منقطع النظر. صفاته يعني جميلة من صحيح. قبلهم يعني لعلها يعني تغير. وكوادن ماشي هو الوحيد يعني سي مصطفى، احنا مجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية التنمر للأسف ظاهرة يعني واضحة ومعروفة، مستشرية في العالم كامل تقريبا. نعم. وبالتالي أنا بغيت ناخذ غير الجانب ديال السوشيال ميديا وما يمكن أن تلعبوا هذه المواقع إيجابية. نلاحظ الآن كيف يعني هذا الطفل كيف يعني لما نشرت امه هذاك الفيديو يعني استطاع انه على الاقل هو ما تغلبش على كانت يعني صرخه من هذا الطفل يعني الصغير. نعم. يعني ملي كتشوف في السوشيال ميديا تسع سنوات كيضرب ديك الحرقه وبداك الالم وبديك المعاناه. نعم. فالناس زعما ربما خصنا نوعاو بان هذه المساله هذه راه كتادي ربما راه كيقول حتى هو في الفيديو الى الانتحار. يعني شوفي هو خطيره جدا. أول الجمل اللي كانت جمل قاسيه ان تصدر من طفل، اي انه فعلا تعرض ربما لسخريه وعنصريه بطريقه فضه في المدرسه، وحتى الاسره نوعا ما عليها ان تحمي ابنائها وتقوي ابنائها لمواجهه وحتى دور المدرسه في هذا المجال مهم صحيح. جدا المؤطرين حتى التربويين ايوا المدرسه اللي ما كانت غتربي هذا الجيل وتعطيها التسامح وتعطيه المبادئ تقبل الانسانيه تقبل الاخر وتقبل ايوا واحد الملاحظه كوثر الطفل كوادن لم يتغلب على موضوع اخر يسيطر على الساحه في السوشيال ميديا في المغرب. حمزه مون بيبي ما قدرش يغلبه. انت قلتي على الناحيه الايجابيه ولكن لا زال هذا الموضوع هو الاخر مطروح للنقاش ربما، والمغاربه يتفاعلون معه بشكل مستمر نظرا للمستجدات التي تعرفها الساحه. سنجيب عندك كلمه اخيره فيما يخص دائما يعني هو دائما مجموعه، هناك قضايا كثيره ولكن لحسن الحظ ان بعض الاحيان تكون احداث بارزه يعني عباره عن صرخه يعني وتتحول هذه المنصات التواصل الاجتماعي من شكلها يعني